كره طيب خلينا ناخد كابتن رضا عبد العال. مش معنى طب ما جبتونيش ليه امبارح مع رضا؟ كلمناك ما ردتش. لا 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 كابتن رضا برحب بيك. اقفل يا رضا وبعد كده نبقى كابتن رضا انت نايم ولا ايه يا كابتن؟ نعم نايم ازاي والكابتن مجدي على الهواء كابتن مريح هو مريح الراجل ما انت عارف ان انا بنام اصلا يعني الكابتن مجدي على الهواء وانت داخل تنام يعني لو ميسي بيلعب دلوقتي هتنام ازاي رضا كده صحيح لا 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 وامبارح تقول ما ينفعش يدخلوا انتخابات اتحاد الكوره انت مالك ومال الكابتن مجدي يا كابتن رضا بص رضا يتكلم فني ممكن اقبل ده انما يتكلم في الاداري ليه هو بلاش اداريا لا هو راجل ليه راي بلاش اداريا يكلمنا فني طب نسمع راي يا حبيبي ما تخليناش نلطش فيك يا كابتن مجدي انت حبيبي ما انا قلت يا كابتن مجدي حبيبي بس ما يخش ما يدخلش لسبب ايوه انت فنيا نسمعك يا رضا طب خلينا نسمع راجل انت شغلتك اداري ولا مدرب؟ لا انا مدرب نتكلم في التدريب انا ينفع انا اجي احط لك خطه؟ ينفع لا ما ينفعش لا طبعا ما ينفعش انت حبيبي لا ماشي احنا حبايب انا اقترح لك خطه يعني يبقى مقترح مني ان انا اقول لك والله يا رضا العب باتنين سردباكات او العب بثلاثه وخمسه في وسط الملعب كابتن انت مش